مرحبا متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناتنا الإعلامية الفلسطينية حساب الحاج. بين أزقة مخيمات معسكر جباليا مخيم اللاجئين، هذا المخيم الذي عانى الويلات من الاحتلال الصهيوني، ونسأل الله أن يحرر فلسطين من دنس الاحتلال عما قريب. برعاية المبادرة الجزائرية أحبابنا الكرام، ما زلنا مستكملين حلقاتنا لمساعدة الأسر المحتاجة ولمساعدة الأسر. فاليوم وبفضل الله تعالى وبفضل دعم أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، نزلين بين أزقة هذا المخيم، بين أزقة هؤلاء المحتاجين، لنوزع عليهم القفف الرمضانية والتي تساهم معهم في المصروف البيتي. وكل التقدير لشعب الجزائر العظيم المعطاء الكريم الذي دوما واقف ومساند للشعب الفلسطيني الصامد المرابط. تابعوا معنا هذه الحلقة بالتحديد. في بداية هذه الحلقة بنأكد لكم هذه الحلقة برعاية المبادرة الجزائرية، وكل الشكر والعرفان للشيخ المناضل أبو سامة الجزائري وللأخ المناضل أبو أحمد سعد، ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم وحسناتنا. كملوا معنا لهذه الحلقة للآخر، قبل ما نبلش لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد، ويلا معنا. نحبك والله ونحب ترابك، الأرض الحرة يا جزائرنا، أنا فلسطيني أعشق خضارك، لو تطلبيني يا جزائرنا. نحبك والله ونحب ترابك، الأرض الحرة يا جزائرنا، أنا فلسطيني أعشق خضارك، لو تطلبيني يا جزائرنا. مين اللي ما يحبك، مين ما يهواك، جيشك حراسك كله فداك، فلسطيني بدربك دايما معاك، وبترفع راسك وانتي ملاك يا جزائرنا. مين اللي ما يحبك، مين ما يهواك، جيشك حراسك كله فداك، فلسطيني بدربك دايما معاك، وبترفع راسك وانتي إلى هنا. أحبابنا الكرام، وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نسأل الله أن يجعل هذا الأجر والثواب في ميزان أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. من هذا المنطلق نقول شكرا شعب الجزائر العظيم، شكرا لكل من يساهم معنا في هذه المبادرة الجزائرية الفلسطينية، كل التحية والإجلال والإكرام لأخونا الشيخ أبو سامة الجزائري على ما يبذله من عطاء كريم لأجل الشعب الفلسطيني، وللأخ أبو أحمد سعد رئيس المبادرة الجزائرية في قطاع غزة، كل التحية والإجلال لكم، جزاكم وجزانا الله كل خير. وإلى حلقة جديدة بإذن الله تعالى، كان معكم الإعلامي الفلسطيني حسام الحاج، بأمان الله. وعاشت الجزائر وفلسطين، والقدس محررة من دنس الاحتلال الصهيوني. إلى اللقاء.